فوالا ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشرحو لي بيستاجي. بزاف الناس طلبوني فيها حشمت دونك ما نديرهاش. دونك غادي نبدا بها هي الاولى. دونك نبداو على بركه الله. نتابعوا هادشي اللي بنقول لكم في الفيديو وان شاء الله غادي تفهموا مزيان, يتبعوا معايا مزيان وان شاء الله كلشي غادي يكون وعدك. نبداو على بركه الله. هاد لي بيستاجي هادي تدار اغلبيه الاحيان في لي تي بي, ما تكونش في الكور, قليله باش تكون في الكور, تكون في لي تي بي بزاف. المهم قبل ما نشرح في نبداو لي بيستازي خصنا نعرفوا بزاف د الحوايج ايسونسييل. سيغريغاسيون انديبوندونس ولا انديبوندونت دو دو كوبل داليل. فاش نفكركم هذا العنوان هذا لوتي تخاد تفكرنا في لو ثروازيام لوا دو مانديل. مزيان, يعني باش تفهم لي بيستازي خصك تكون ضابط مزيان لو ثروازيام لوا دو مانديل. المهم الماتيريال ايتيليزي هو لو مايس مزكور نضرا بلانت لا بلو ايتيليزي اون جينيتيك. علاش؟ علاش هي عندها دي زافونتاج. ميتريزي لي كروزمون, يمكن نسيرو حنا لي كروزمون, شوا دو جيني دو جينيتور. مزيان, و فوالا لو سيكل دو برودكسيون ديالها. المهم هادو هي بحال قلتي انتروديكسيون, ماشي شي حاجه مهمه بزاف. المهم الحاجه اللي مهمه بزاف هما هاد لي ريكل اللي بغيت نعطيكم هنايا, و ردو البال ردو البال ما تفلتو منهم حتى حاجه لانهم ضروريين. اشنو هما هاد لي ريكل؟ هما كتبهم بالعربيه. المهم باش تفهم مزيان هاد لي بيس خصك تفهم وتعرف وتتبع هاد القواعد اللي غنقول لك هنايا ضروري. الفو بيان ميتريزي لو ثروازيام لوا دو مانديل, يعني خصك تحنوا لو ثروازيام لوا دو مانديل. وحرا في الفيديو اللي قبل ديال لوا دو مانديل سيرو شوفوا لوا 1 اي 2 3 باش تفهموا مزيان, باش يجيكم لي بيس هادي ساهله بزاف, لان تنعتمدوا على هاد ثروازيام لوا باش نخرجوا عدد اخرين, يعني نسب اخرين بروبورسيون جداد. المهم القواعد الاخرين اللي باقيين هو لوتيليزاسيون دي زيكزامبل, يعني باش تفهم لي بيستازي خصك ضروري دير اكزامبل وتعاود داك ليكزامبل باش تفهم مزيان, لان بالاكزامبل باش غتفهمها. الا قريتي ولا حفظتي القاعده هكاك ولا سميتو لي بروبورسيون هكاك ما تفهمش, تحط لك التمارين ما تفهمش, ضروري قد ان اكزامبل. وانا ندير لكم لي زيكزامبل باش نفهمو مزيان. ميموريزي لي ديفيرون بروبورسيون. من بعد ملي تفهم تجيك الدور ديال الحفظ, يعني خصك تحفظ وتعقل على داكشي انهم نساب ما تيتبدلوش, خصك خصك تحفظهم. ولا فهمتي راه غادي نورمالمون دغيا غادي تعقل عليهم بلا ما تحفظهم. واحد المعلومه مهمه خليتها هي الاخيره كاتبه انا بالبلو, قلت لكم بان في لي بيستازي تعطينا جوج حتى ثلاثه ديال لي فينوتيب, ما تلقاوش اربعه ديال لي فينوتيب. المهم غادي ردوا لي على البال, تلقاي جوج لي فينوتيب يا ثلاثه ديال لي فينوتيب, يعني المظاهر الخارجيه ما تلقاش اكثر من ثلاثه. اتونسيون تلقاش كتر من ثلاثة, دونك واحد جوج ثلاثة. المهم تلقى جوج ولا ثلاثة, ما تلقى واحد ما تلقى فوق ثلاثة, ما تلقى أربعة خمسة سيتيغ صافي. تلقى يا إما جوج ديال الفينوتيب يا إما ثلاثة. مازين نتمنى تكونوا فهمتوا هاد القضية هادي. قبل ما نبدا ندخل في لي ديتاي ديال لي بيستازي خصني نعرف اشنا هو الفرق بين لي بيستازي وبين لي ديبريديزم. قلنا لو ديبريديزم هو ليتيود ديال جوج لي كاركتير. مزيان اشنو الفرق بيناتهم؟ هو لي بيستازي. عندي لو ديبريديزم, اش تيقول لي لو ديبريديزم هنايا؟ لو ديبريديزم تيقول لي بان باش يكون عندي ان جين تعطيني ان كاركتير, مثلا جي تعطيني ان كاركتير تعطيني غرون, ولا هذيك ار تعطيني روج ايتترا, هاي غرون تعطيني كاركتير, وغرون بي ولا بيتي بي تعطيني كاركتير نيميرو 2, يعني تاي كاركتير واحد هذا كاركتير نيميرو 1 هذا كاركتير نيميرو 2. مزيان, يعني ان جين تعطيني ان كاركتير. اما في البيستازي العكس, في البيستازي تكون عندي دو جين تعطوني ان سول كاركتير, يعني البيستازي غاليه, يعني دو جين تعطوني ان سول كاركتير. هاي غران دا اي غران بي تعطوني ان سول كاركتير. اما لو ديبريديزم تعطيني ان كاركتير, كل جين تعطيني ان كاركتير. مزيان تكون فهم تمنو تفهمو هادي ساهله ماشي حاجه صعيبه. فوالا لا ديفينيسيون ديال البيستازي. قالك هنا اون جينيتيك لي بيستاجي شناهي؟ ديزين لانتيراكسيون اكزيستانت لاكزيستان انتر دو او بليزيوغ انيل, يعني ما بين جوج ديال لي زانيل ولا بزاف ديال لي جين. إليا ابيستازي لوسك ان, يعني هي كتبت في ما كانتش حاجه مهمه تندير عليها تنديرها باللون. لوسك ان يعني واحد ولا بزاف ديال لي جين سوا دومينون سوا ريسيسيف, ماسكون او امبيشون يعني تيمنعو ولا تيخبيو تيضرقو. ليكسبريسيون تاع واحد الفاكتور اخر يعني واحد الجين الاخر, يعني تي ما تيخلي واحد الجين قوي ما تيخلي لك شي بي ان واحد الجين اخر يبان تا هو في المنظر الاخر, يعني تيخبيه.
مزيان، دابا نشوفو داكشي في امثله باش نفهموه. المهم هاد لا غومارك هادي كاتب لكم هنا مهمه، قلنا جين دو جين ابيستاتيك، مزيان يعني جوج ديال لي جين تعطونا ان سول كاركتر يعني جين ابيستاتيك. اما تخوا ديال لي جين شكون لي تخوا جين ايبوستاتيك، شنو هو ايبيستاتيك وشنو هو ايبوستاتيك، شنو هو الفرق بيناتهم؟ لو جين ايبيستاتيك وركزوا مزيان مهمين جوج قواعد هاد الغومارك هادي، لانني هي اللي غادي نستعملها باش نفهم لي بيستاز، هي واحد الجدول اللي بنشوفو بلوتاغ. المهم لو جين ايبيستاتيك هو واحد الجين كي ماسك يعني تيمنع ليا ولا تيخبي ليا ولا تيسيبريمي ليا ليكسبريسيون دان لوطخو جين. دابا نفهموها في دي زيكزومبل. المهم ايبيستاتيك تيمنع ليا، علاش سميناه ايبيستاز؟ يعني واحد لو جين عنده واحد واحد القوة تيمنع ليا واحد لو جين اخر انه يخدم بحال اللي قلتي سابقو، مزيان. اما لو جين ايبوستاتيك هو اللي تيتمنع هو اللي ضعيف. لو جين هو لو جين دون ليكسبريسيون اي ماسكي، هو اللي مغلوب مسكين، هو اللي غلبو لو جين ايبيستاتيك. مزيان عقلو على جوج لي ديفينيسيون لانهم مهمين بزاف باش نفهمو مزيان ونكونو ذكيين، لان هاد جوج هما ليبيستاسي كامله اللي عرفتي فهمتي هاد الشيء هذا. مزيان دابا ندوزو واحد الحاجه مهمه اللي هو واحد واحد الجدول جمع لينا لي ديفيرون كا دي بيستازي. كاينين 6 ديال لي كا دي بيستازي هما في هاد الجدول هذا. شوف معايا الجدول الكبير، انا ديال لي جينوتيب انتوما، انا يدير اشنو هما هادو؟ هادو لي جينوتيب ديال لو تخوازيام موا دو مانديل، وهادو لي بروبورسيون ديالو 9 3 3 1 يعني 9 سيزيام 3 سيزيام 3 سيزيام 1 سيزيام. مزيان تنشوف تنحطهم بروبورسيون كلاسيك، تسميهم لي بروبورسيون كلاسيك، هاهم بروبورسيون كلاسيك. مزيان لانه ما تعتمد عليهم باش نجبد لي بروبورسيون الاخرين. عندنا غران تا غران تا غران بي غران بي غران تا بيتي تا غران بيتي بي بيتي بي غران تا غران بيتي بيتي تا بيتي تا غران بي بيتي بي بيتي ا بيتي ا بيتي بي بيتي بي. مزيان هادو كيما قلنا لو جينوتيب ديال 3 لوا دو مانديل شفناهم في الفيديو اللي سابقين. المهم لي بروبورسيون كلاسيك هما تا هما عندي 6 ديال الانواع ديال لي بيستازي ولا ديال لي كا ديال لي بيستازي. كاين بيستازي دومينون ريسيسيف دو جين ايفي كومولاتيف، دو جين دومينون دو جين ريسيسيف، ان جين دومينون ان ريسيسيف. كل وحده غادي نديروها غادي نعرفوها غادي نفهموها مزيان ان شاء الله. عندكم هاد جوج الاولين اللي فيهم شويه ديال التاكيله، المهم غادي نفهموهم مزيان كاملهم ان شاء الله. حنايا شوف كاتب لكم هنا في اليسار كاتب لكم 2 و 3 فينوتيب. مزيان 2 و 3 فينوتيب يعني تلقى ديما 2 ولا 3 لي فينوتيب. انتم شوفوا شتي من لي بيستازي دومينو حتى الاخرانيه النوع الاخر ديال لي بيستازي تلقى ديما 3 ولا 2 ديال لي ديال ديال لي فينوتيب، ما تلقاش واحد ولا تلقى 4، تلقى غير 3 لي فينوتيب ولا جوج. مثلا شوفوا معايا في الاخرانيه البيستازي ديال كار الاخرانيه عندي جوج ديال لي فينوتيب، يعني عندي 13 و3 دونك جوج لي فينوتيب. شوفوا معايا في الاولانيه كاع لي بيستازي دومينونت عندي 3 ديال لي فينوتيب، علاش؟ حيت عندي 12 3 اي 1. مزيان انا غادي ندير لكم كل وحده عازله بوحدها باش نفهموها مزيان. المهم الجدول هذا خصك تكردو تكردو يعني بمعنى كلمه تحفظو مزيان لان شي ما تيتبدلش، خصكي او خصكي تفهمها ايا نشرحو لك مزيان. المهم نبداو على بركة الله لي بيستازي ديالنا الأولى اللي هي لي بيستازي دومينونت. فوالا لي بيستازي دومينونت، لي ديفينيسيون شي تقول لي اف اي ديفينيسيون. لا ليل دومينون يعني لا ليل لي دومينون باينة، السائد دان لوكوس امبيش تيمنع ليا ليكسبريسيون دي زاليل دو لوتر لوكوس. حنا عارفين بأن لوكوس هو لومبلاسمون فيزيك ديال لو جين يعني سور لو كروموزوم، يعني فين البلاصه فين فين تي تحط لو جين في لو كروموزوم، هذا هو اللوكيس. يعني هاد لاني دومينون تي امبيشي ليكسبريسيون ديال لاني الاخر اللي في الجهه الاخرى بحال اللي تيقوي عليه. المهم نديرو اكزامبل ونفهمو مزيان. عندي هنا غران تا بيتي غران بي غران تا غران تا غران بي غران بي تيديرو ما شرطه. المهم هنا غران تا غران تا بيتي بي بيتي المهم اتسيتيرا تلقاو 12 3 1. منين جاوني هاد لي بروبورسيون؟ منين جاوني؟ يعني بحال اللي قلتي هو اللي هنايا تي اونبيش يعني هو اللي قوي دونك هو اللي فيه لي بيستازي دونك عليها تنجمعوه. ها 12 جمعناها ديالو فين كاين غران تا هو 3 1. مزيان منين جاتني 12 جمعت 9 مع 3 اللي هي لي بروبورسيون كلاسيك ديال مانديل. مزيان 3 لوا ديال مانديل
تزيد 3 هي 12، قالت لي 3 بوحدها 3، واحد بوحدو واحد بوحدو، مزيان. اي بيستازي دومينونت، هذا هو النوع ديالها. اكزامبل، شوف مع ليكزامبل نقراو لي سميتو لا كولور دي بيتال، يعني لوراق ديال الورده او الزهره. يعني عندنا دو جين طبيعه الحال، حنت هذا لو ديباغيزم، دونك دو جين غون دي بيتي دي غون دبليو بيتي دبليو. نشوف انا كل حرف اش تعني، شنو هو لو كاركتير اللي تعطيني. عندي غون دي تعطيني فيولي فونسي، بيتي دي تعطيني فيولي كلير، مزيان. دبليو كبيره، اش يدير الدبليو كبيره؟ ولي في لي بيستادي امبيش لو ديبو، يعني تيمنع عليا لو ديبو دو بيغمون سور توت لي البيتال، يعني تيمنع ان اللون ديال سواء غون دي سواء بيتي دي بيتي دي انه يكون في البيتال، تيخلي دوك لي طاش اللي لداخل سوف لي طاش ا لانتيريور. تما نشوفو ليكزومبل غتفهمو. بيتي دبليو بيتي دبليو مونبيش با لو ديبو، ما تيمنعليش ان الوضع تلون. بيتي دبليو بيتي دبليو، اما غون دبليو تيمنع. مزيان على ليكزومبل ديالي، على لي بارون ديالي، عندي بيتي دبليو بيتي دبليو غون دي غون دي، يعني بيتي دبليو قلنا هي نونبيش با لو ديبو، غون دي غون دي يعني فيولي فونسي. دونك الوردة راه فيولي فونسي ديجا عند البارون، عندو بيتي دبليو بيتي دبليو. شوفوا معايا هذا، هذا عندو غون دبليو غون دبليو، و دي دي صغيرة يعني فيولي كليغ. دي دي صغيرة خاصها تعطيني نورمالمون فيولي، تكون هاد الوردة فيولي، هي ماشي فيولي. علاش؟ حيت غون دبليو غون دبليو تيمنع معايا. غون دبليو قلنا امبيش لو ديبو دو بيغمون سيغ توت لي بيتال، تيخليه دوك الشي اللي داخل يتلون. صافي، خرج لي واحد الولد كيدير ديال اف ان، خرج لي دبليو اي غون تي. علاش غون دبليو؟ حيت غون دبليو كتبناها قلنا دومينو على بيتي دبليو، هداك الشي علاش سميتو سمينا ايبيستازي دومينو. مزيان، لي بيستازي كاينه في لالي لي دومينو، مزيان. ودي كي دايره دي فيولي فونسي، نورمالمون خصها تخرج ليا هاد الورده هادي فيولي فونسي، ما خرجتليش فيولي فونسي. علاش؟ حيت دبليو تيمنعها، اونبيش لو ديبو دي بيغمون. مزيان، عليها تسموه ايبيستازي دومينو، يعني ستا ان اليل دومينو اونبيش ليكسبريسيون دي زوتر اليل. دونك هو بوحدو تي اونبيش ليكسبريسيون تاع كاع هادشي هذا، فين ما كان هو تيكون هو الكينغ، والملك ديال كلشي، ما يخلي حتى شي تخدم. مزيان، اش تلقاو في اف 2 الجيل الثاني؟ تلقاو لي بو لي بروبورسيون ديال لي بيستازي دومينوت اللي هما 12 3 1، ها هما 12 3 1، ولكن لي جينوتيب كي دايرين من القوم تدير ديك الشابه كتجاوز تيخرجوا لك ساهلين ديك تيسمو تيك دي غاميت. المهم 9 3 12، علاش 9 3 بجوج؟ جمعناهم لقينا 12، حنت فيهم دبليو كبيره، دبليو كبيرة غون دي، دبليو كبيرة بيتي دي بيتي دي. دونك دبليو كبيرة كاينة فيهم بجوج هنا دبليو دبليو، دونك تيمنع عليا حيت دومينو. دونك 12 مزيان، 3 دبليو دبليو دي، دبليو دبليو نون بيش با لو ديبو عليها. لقينا دي كنا تعطيني فيولي فونسي، لقينا هاد فيولي فونسي يعني مغلوق، فيولي مغلوق، وهادي خفيف فيها الفيولي خفيف. مزيان، علاش فيها دبليو دبليو دي دي صغيرة، دي دي صغيرة تت فيولي كلير. مزيان، تما تكونوا فهمتوا ليكزامبل ديالنا. عندوز دابا لي بيستازي ريسيسيف، فوالا لي بيستازي ريسيسيف ديالي. لا ديفينيسيون شنو تقول ليا؟ تقول ليا سي لو جينوتيب هوموزيغوت ريسيسيف ولا لاليل. المهم لو جينوتيب، شوفوا واش كاتب، ما كاتبينش لاليل، كاتبين لو جينوتيب، ردوا البال. يعني لو جينوتيب كامل خص يكون اش هوموزيغوت ريسيسيف، يعني جوج الاحرف خص يكونوا عندي، ماشي بحال دومينو اي اليل. الا كان هي اليل واحد راه بركه، راه تيجي لا كلش وير. هنا خص لو جينوتيب هوموزيغوت ريسيسيف، بالضبط ريسيسيف، دان لوكوس طبيعه الحال ديال واحد لوكوس واحد البلاصه، امبيش ليكسبريسيون دي زاليل دو لوتر لوكوس، تي امبيشي لي ليكسبريسيون دي زاليل دو لوتر لوكوس. لي بروبورسيون ديالنا هما 9 3 4. مزيان، ديال لي بيستازي ريسيسيف ملي جبتهم، جبتهم من الجدول ديالي ديال قبيله، ها هو قلنا 9 3 3 1، هنا 9 3، ولكن هنايا 4. يعني بحال قلتي بوتيتا 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 هي اللي عطاتني لي بيستازي، ولا هي فيها لي بيستازي، ما غتبانلكش هكا، خصك دير ان اكزومبل. ها هو ليكزومبل ديالي، ليكزومبل ديالي شوفوا معايا، قراو معايا. La couleur du pelage de l'firan, les souris, de la souris, on dit deux gènes. Grand B, petit B,
غون سي بوتي سي، بطبيعة الحال الحرف اللي كبير هو اللي دومينون، واللي صغير هو اللي ريسيسيف. مزيان، ولكن ما تفهموش بالطريقة. الطريقة هذه قلناها تتكون في تخوزيام مو دومين ديال، متفقين، ولكن في ليبيستازي تتبدل شوية الأمور، مابقاوش تعتمدوا بزاف على هاد القضية. علاش؟ حيت أنا عندي ايبيستازي ريسيسيف، دونك في الأليل الريسيسيف هنا هو اللي بيكون واعر. والمهم لو جينوتيب ريسيسيف دابا نفهمو كيفاش. عندي هنايا كغون بي بوتي بي لانغ كولور دو بولاج، يعني بي الحرف بي مختص في الكولور، يعني كغون بي تعطيني الكري لو الكري، و بي بي يعني هذا لو موزيغوت لو جينوتيب او موزيغوت ريسيسيف، تعطيني بغيون يعني تعطيني قهوي. ردو معايا هنا البال، كغون سي بوتي سي، كغون سي تعني سانتيز، يعني تسمح لي نقاد اللون، سانتيز ديال اش ديال اللون، يعني اللون يبان في الجسم. بوتي سي بوتي سي با دو سانتيز. مزيان، وشوفوا معايا هاد الجدول هذا اللي هنايا التجربة، هما الفيران ديالي، درت كروازمون ما بين جوج ديال الفيران، كغون بي بوتي بي كغون سي بوتي سي، كغون بي بوتي بي كغون سي بوتي سي. مزيان، بحال قلتي اف ان فوا اف ان عطاني اف دو، شتي بحال تخوزيام دون لومان ديال، شتي هاد الشبكة اللي تندير، هاد الجدول هذا اللي درت هنا، قبل اللي كل بحال الشكل ديال معين وتخربقو، راه بحالو كنا درناه في تخوزيام دوران دي. ايه انا هادي بحال اللي قلتي جبتها وميلوها شويه. المهم انا اد اوفا تعني اوفاريان، تعني لي الانثى، وهاد سبيرم اش تو تعني سبيرماتوزويد ديال يعني لي جينوتيب ديال لو مال ديال الراجل. المهم تنديرو لهم كروزمون ما بيناتهم، هذا مع هذا كما قلت لكم، تندير جين مع جين، كرون بي مع كرون بي، بوتي سي كرون سي مع بوتي سي، عطاتني هذا تاني، هذا بوتي بي مع بوتي بتي بي مع غران بي، هي بتي غران سي مع غران سي، تبقى غادي تجوج بعضي تما ميلو انتوما شويه هكا باش تجيكم قاده. المهم شوفوا معايا اش تلقى 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 واحد، شوفوا معايا الفيران اللي قري، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، تلقى تسعود ديال الفيران قري، يعني بان فيهم اللون القري. علاش؟ حنت معاهم غران سي، شتي الا كانت معاهم غران سي هي وحده، راه و بوتي سي وحده، راه غون سي هي اللي تتغلب، ما تتغلبش بوتي سي صافي، حيت بوتي سي با دو سانتيز، يعني ما تيبانش اللون، ولكن خص تكون بوتي سي بوتي سي، عاد ما غاديش يبان اللون حتى واحد فيهم. ولكن ملي يبان ليا هنايا، ملي كاين هي غون سي بوتي سي، راه غادي يبان اللون. انتم شوفوا هنا غون سي بوتي سي، غون سي بوتي سي، غون سي غون سي غون سي غون سي غون سي بوتي سي، على بان فيهم اللون الكري، عليها لقيت 9 على 16، دونك هنا ما كايناش لي بيستاج، يعني ما تمنع عليهاش اللون. مزيان، شوفوا معايا القويين، غون بوتي بي بوتي بي هي تعطيني بغين، كون بوتي بي 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 بوتي بي، يعني هذا بغين. مزيان، شوفوا معايا غون سي بوتي سي، غون سي غون سي غون سي بوتي سي، يعني كاينه غون سي، شتي الا كانت شي وحده راه بيكون اللون، دونك حنت غون سي يعني هي سانتيز، تسمح اللون يتكسبريما. ولكن شوفوا معايا الربعه الاخرين اللي بقاو، كاينه بوتي سي بوتي سي، يعني بوتي سي بوتي سي با دو سانتيز، يعني ما تخليش اللون يبان، سواء القهوي سواء الكغي، عليها سماوها دونك بوتي سي بوتي سي، هو لو جينوتيب، شوفوا معايا الفوق في لا ديفينيسيون، هو لو جينوتيب هوموزيغوت ريسيسيف دان لوكوس امبيش، يعني بوتي سي بوتي سي هو اللي فيه اللي فيه المشكل، هو اللي امبيشي ليا لي جين ولا اللون انه يبان، اللون ديال لي جين الاخرين يبان اللي هو بغين وكاع. على خرجوا هادو بيض ما فيهم حتى لون سون كولور، اللي هما اربعه، يعني بوتي سي بوتي سي هو اللي تمنع، يعني بحال قلتي انايا قلنا بوتي تا بوتي تا بوتي تا بوتي تا، دونك اربعه، يعني بوتي سي بوتي سي هو اللي هو اللي يمنع ليا ان اللون يبان. وانتوما باش تعرفوا هاد النسب هادو، تعطيكم في تي بي واحد الدرا، ولا حسب لي كاركتر ولا حسب لي فينوتيب لي فيها، تبدا تحسب شنو هو الكاركتر لي بين، تجبد لو تيب ديال لي بيستاج، تكون ساهل، خصك تزرب وتركز مزيان في الحساب، وتكون تشوف مزيان الالوان باش ما تلفش. فوالا لو ترويزيام تيب، تيب ديال لا ليبيستازي اللي هو ايبيستازي دو تيب دو جين ا افي كومولاتيف. المهم حنا غادي نفهمو هنايا لا ديفينيسيون، شنو تقول هي لا ديفينيسيون؟ تتقول سي لا بريزونس دان اليل
دومينو، انتبهوا معايا فاش نقول اليل دومينو، يعني تنقصد حرف واحد ا ولا بي. المهم دانا اليل دومينو الان او الوتر دي دولوسي، يعني سواء في ليست سواء في اليمين ديال لوسي زعما. المهم شرحت لكم الطريقه، يعني سواء في هاد البلاصه سواء في هاد البلاصه هادي ديال لوسي او الوتر دي دولوسي، مي نون او دو اون ميم طون، يعني ماشي بجوج اون ميم طون، تكون عندي يا سوا ا يا سوا بي، غران بي ولا سوا غران ا، يعني انا لي دومينو. علاش دو جين اي في كومولاتيف؟ يعني يكون عندي واحد لو جين دومينو بوحدو، يكون بوحدو في اللوكوس، ما يكونش مع واحد اخر دومينو، يكون بوحدو في اللوكوس. نو او دو او ميم طون، يعني ما يكونوش بجوجهم ا و بي، جوست لي جين ولا جوست لي جالال، جوست لي زالال في لو ميم لوكوس، se traduit par un même phénotype. Yani soit quand on dit A et soit quand on dit B, donc il est très donc ou la A il est très yani là le dominant il est très mais il connaît beaucoup mais il connaît mal l'autre, il connaît juge dominant juste les allées dominantes 9 place. Mais tu connais déjà les proportions 9 16 9 6 1 pardon 9 6 1 et je m'étais à stage mouim a dit là les malades tout 3 3 تعطيني 6، حيت عندي انا هنا 3 وهنا 3 اللي جمعتهم هي 6، يعني عندي هنا غون طون هنا غون بي، وهادي تبين لك الديفينيسيون، يعني كاين انا لي واحد في لوكيس واحد، دونك انا كاين غون ا انا غون بي، ما انا كاين غون ا غون بي، دونك ما يمكنش نهزهم. وهنا كاينين دي بوتي دي ريزيف، دونك مثلا ما تمدوش حنا ريزيستنت، حيت عندي لاليل دومينون هو اللي تنعتمد عليه. مزيان، وهو الجدول ديالي اللي كنا قبيله بروبورسيون اللي جبناه. مزيان، دوزيام ايبيستازي اللي عندي، ولا كاتريام ايبيستازي، باقلي جوج دو جين دومينون. دونك انا هنا عندي دو جين، يعني جوست لو جين، جوست لي لي جين دومينون. مزيان نفهمو مزيان في لا ديفينيسيون، تقول لك لا ديفينيسيون سي لا بريزونس دان اليل دومينون ا لان او ا لوتر دي دولوسي، يعني سوا كان هنا سوا كان هنايا لي دولوسي، او دو او ميم طون، ولا كانوا بجوجهم او ميم طون. علاش ا اي بي سواء ا بوحده سواء بي بوحده سواء غون تا غون بي بوحدهم مجموعين بجوج، يعني هنا دو جين دومينون، يعني دو جين او ا دو او ميم طون. انا قال لك نو او دو او ميم طون، ولكن انا قال لك او دو او ميم طون، يعني يكونوا بجوجهم او ميم طون، ما كاينش مشكل. سو ترادوي بار لو ميم فينوتيب، يعني سواء كانوا بجوجهم هنا سواء كان واحد فيهم في بلاصه واحده راه بيعطيني نفس الفينوتيب. انايا قال لك لا، انا قال لك ما خصهمش يكونوا بجوج، انت هادي بيستازي اخرى. المهم فهمنا هادي مزيان، ندوزو لهادي اللي فحلنا فيها دابا. دونك بتجمع لي تسعود مع تلاتة تلاتة هي 15، يبقى لي لي ريسيسيف عندي ما عندي حتى شي حاجة دومينو، حيت انا نضري على لي دومينو هي ان، بيبقى ان بوحدو. وفي هاد القضية هادي تتعتبر هاد لو جين ا و لو جين بي تتسمى دي جين اومومير، و لا ديفينيسيون تاع هاد لو جين اومومير غادي تنسب هاد لا ديفينيسيون هادي ديال هاد ليبيستازي لي هما، يعني جين اوموميز تنطلقهم بليبيستازي دو تيب دو جين دومينو. مزيان، واو الجدول ديالنا ديما خصو يبقى معنا هذا في العقل ديالنا، كنا عارفينو ما نحلوش نهار ليكزام. مزيان، يعني عندي جوج لي فينوتيب على الاقل. مزيان، باقي لي جوج ديال لي تيب ديال ليبيستازي ونسالي الكورس. يعني مزيان، عندي دو جين ريسيسيف ايبيستازي دو دو جين ريسيسيف. مزيان، شوف معايا ديما لا ديفينيسيون حيت هي اللي فين تيكون فيها القلب. المهم لا ديفينيسيون شنو تقول؟ لي جينوتيب هوموزيغوت ريسيسيف، فاش نقول جينوتيب انتبهوا معايا لارزاكم، فاش نقول جينوتيب نقصد به دو زالل، يعني جوج الاحرف هوموزيغوت هادوك الاحرف نفسهم وقد قد، ولكن ريسيسيف فاش نقول هنا ريسيسيف جينوتيب هوموزيغوت ريس نقصد فيه، نقصد به بيتيت بيتي بي بيتي petit b petit a petit a ou la petit c petit x z z moi même quoi j'ai petite mais qu'on en zigote باش تكون عندي هاد لو كاد ديال دو جين ريسيسيف، حيت لي بيستال تبع الحل هي دو جين ريسيسيف، دونك تركز على لي ريسيسيف ا شاكان دي دولوسي، يعني فين ما كان هاد لو جينوتيب هذا سيكسبريم بار لو ميم فينوتيب، تكون عندي هاد لو جينوتيب فين ما كان تيعطيني لو ميم فينوتيب سو بيتي تا سو بيتي بي سو بيتي بي. المهم
شوف عندي هنايا سميتو، كاين هنا بيتي بي بيتي بي، كاين هنا بيتيتا بيتيتا، كاين هنا بيتيتا بيتيتا بيتي بي بيتي بي. يعني فين ما كان، سواء كانوا بجوج سواء كان واحد هنا وواحد هنا، راه تعطي لهم الفينوتيب، يعني هادو عندهم نفس لو فينوتيب. يعني سات نجمتي تلاتة تلاتة وواحد هي سبعة، تبقى تسعود بوحدة. علاش تسعود؟ حيت ما فيها حتى شي جينوتيب ريسيسيف او موزيكوت ريسيسيف، مزيان تبقى معزولة وتعتبر غران تا غران بي جين كومبليمونتير. يعني بحال اللي قلتي يجي يكملوا ليكسبريسيون ديال هاد القضيه ديال هاد لو جين ريسيسيف، لو جينوتيب ريسيسيف. مزيان، هذا هو الجدول ديالي. ديما راح حتى الوضع حتى حدايا، تسعود سبعة من تسعود هي تسعود، تلاتة تلاتة واحد هي سبعة. مزيان، ديرنييغ ايبيستازي اللي هي دو تيب ان جين دومينون اي ان جين ريسيسيف. مزيان، سهل تاهي بزاف. شوفوا لا ديفينيسيون، قال لي كون لو ميم فينوتيب اوبتوني، يعني فاش يكون عندنا لو ميم فينوتيب سوا بار لا بريزونس دان اليل دومينون. شوف فاش نقول، تنقول لكم ديما سميتو ان اليل، باش نهضر على اليل دومينون نقصد حرف واحد، يا ا يا بي، ان لوكوس سوا لا بريزونس دو جينوتيب ريسيسيف ان لوتر لوكوس. يعني فاش يكون عندي، فاش يكون عندي ان اليل دومينون، يعني يكون عندي ان اليل دومينون في واحد اللوكوس، ولا لو ان جينوتيب ريسيسيف في لوتر لوكوس، ماشي في لو ميم لوكوس، في لوتر لوكوس تعطوني لو ميم فينوتيب. هنايا يعني عندي ا غون بي، يعني بيعطيني نفس سميتو نفس الكاركتر. هنا كذلك غون تا باردون، هنايا غون تا غون بي، يعني عندي ان اليل دومينون بيعطيني نفس الكاركتر. يعني عندي ان جينوتيب ريسيسيف، انا جينوتيب ريسيسيف، جينوتيب ريسيسيف عطاوني لو ميم لوكوس، ولكن ثلاثة علاش ما عطاتنيش نفس لو كاركتير خارج عليهم؟ حيت لا ديفينيسيون تتقول لي ان جينوتيب ريسيسيف ان لوكوس اي ان اليل دومينون ا لوتر لوكوس، انا عندي بجوج لو ميم لوكوس، دونك هادشي علاش ثلاثة خارج منهم ما كايناش. مزيان، وهذا هو الجدول ديالي تيبين ليا سميتو الكاركتير ديالي، يعني تسعود تلاتة هي تلتاش، تسعود تلاتة هي اتناش، و ان هي تلتاش، و تلاتة بطبيعة الحال تبقى تلاتة. من زين، نتمناو تكونوا فهمتو هاد لي بيستا ديالي. هي تكون صعيبة شوية، حقيقة صعيبة، تتبي شوية ديال التمرين، مي تعودوا عليها وديروا بزاف ديال لي زيكزامبل، بزاف ديال تعودوا تخدموها بزاف، وان شاء الله تجيكم سهله لو جور ديال ليكزام. بون كوراج.